ينضم إلينا عبر الهاتف المفكر الإسلامي والفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوة. دكتور العوة، أحييك على الجزيرة مباشر. ما زالت حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة تحديدا توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ما زالت تمارس هذا العدوان، ما يراه البعض حتى إبادة جماعية، لا تتوقف الآن حديث عن اجتياح رفح حتى لو في رمضان كما قال بيني جانتس. باعتقادك إلى أين سيذهب هذا المشهد دكتور؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأعتذر إليكم عن سوء الإنترنت من القاهرة إليكم. أنا أظن أن حكومة نتنياهو تسعى بكل الطرق، ربما أقول بنيامين نتنياهو نفسه يسعى بكل الطرق إلى استمرار هذه الحرب لأطول مدى ممكن، لأن استمرار الحرب القائمة الآن هو الذي يضمن له أن يبقى رئيسا للوزراء متحكما في الشؤون الإسرائيلية. لو انتهت هذه الحرب، نحن نعلم أنه مهدد بمحاكمة جنائية، ونعلم أن الأثر المباشر لانتهاء الحرب أيا كان حال انتهائها سيكون مصائب كثيرة لا تحصى داخل إسرائيل نتيجة من فقدوا ومن قتلوا ومن تأخر الاتيان بجثامينهم ممن قتلهم العدوان الصهيوني من الأسرى الصهاينة لدى حماس أو لدى قوات المقاومة. هذا كله يجعل هذه الحكومة المتطرفة حريصة على استمرار الحرب، وعنده نوع من الوزراء زي بن غفير الذي يطالب الآن بمنع صلاة المسلمين في المسجد الأقصى في رمضان، كأنه يريد أن يسكب مزيدا من النفط على النار المشتعلة، ولا يكفيه ما نحن فيه، وإنما يريد مزيدا من الدمار ومن الحصار ومن الإزراء بالمسلمين الفلسطينيين بمنعهم من صلاتهم في المسجد الأقصى المقدس عندنا عند جميع المسلمين. أظن أن الموقف، سمعت قبل قليل من بعض المسؤولين يقول المجتمع الدولي عليه أن يفعل كذا أو المجتمع الدولي مقصر في كذا. أنا الحقيقة الآن أقول المجتمع الدولي مقصر، لا، المجتمع الدولي متواطئ كله مع إسرائيل. أين المجتمع العربي وأين المجتمع الإسلامي؟ أين المجتمع الشرقي؟ أين المجتمع الأفريقي؟ نحن خسرنا كثيرا من القوى التي كانت تؤيدنا بما جرى من اتفاقيات التطبيع واتفاقيات السلام والتبادل السفراء وإلى آخره بين عدد من الدول العربية وبين الكيان الصهيوني. أصبح الذين كانوا يؤيدوننا يقولون ما دام أنتم قد عدتم إلى علاقات طبيعية مع الصهيونية، لماذا لا نبقى نحن في علاقات طبيعية معهم؟ اللوم الذي يلقيه بعض مفكرين وبعض السياسيين على المجتمع الدولي ينبغي أن يلقى أولا على المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، شعوبا وحكاما ومنظمات وأحزاب، كل هؤلاء مسؤولون عما نحن فيه الآن، وينبغي عليهم أن يعيدوا النظر في هذا الموقف المتخاذل الذي نقفه من الحرب الإجرامية على أهلنا في غزة وفي فلسطين. أذكر حوار معك هنا في الدوحة دكتور على الهواء مباشرة، كنا نتحدث في مسألة الأنظمة، ما الذي يجب أن تقوم به خصوصا العربية والإسلامية منها قبل أن نتحدث عن المجتمع الدولي فيما هو أبعد من ذلك، وكان لك رأي أن للأنظمة ضغوط ما تمنعها من اتخاذ مواقف حقيقية في هذا السياق يعني. فالآن أسمع منك من الممكن رأي مختلف، أن هذه الأنظمة بهذا الشكل بهذا التراجع تمثل مواقفها خذلانا للقضية الفلسطينية، وهي بشكل أو بآخر متواطئة فيما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة. هذا التطور في الرأي هل له أسباب؟ نعم له أسباب. قلت لحضرتك في الحوار السابق على الجزيرة إن للحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها، وإن خيار الشعوب هو العداوة الدائمة مع الكيان الصهيوني حتى ينتهي الاحتلال وتعود الأرض لأصحابها الأصليين. اليوم أنا تعدل فكري قليلا في هذه المسألة، لازلت أرى
أن الحكومات لها ضرورات، لكني أظن أن حكوماتنا العربية والإسلامية قد جاوزت حد الضرورة ودخلت إلى حد التقصير. الضرورة ألجأتهم إلى ألا يتكلموا مباشرة ضد العدو الصهيوني، ألا يناصروا مباشرة قوى المقاومة في فلسطين، ألا يقدموا دعما مباشرا أو يضغطوا من أجل تقديم المعونات الإنسانية ولا الطبية حتى. هذا كله ألجأتهم إليه الضرورة، لكن نحن الآن أمام إبادة متعمدة. الآن الذين يقتلون ليسوا المقاومين، الذين تطلق عليهم قذائف الطائرات والمدافع ليسوا المقاومين، إنما الذين يصابون بهذا العدوان كله هم المواطنون المدنيون الآمنون في بيوتهم. اليوم خبر قبل قليل على شاشتكم عن إطلاق عن مهاجمة الطائرات الإسرائيلية لعدد من المنازل الآمنة في قطاع غزة. ما معنى المنزل الآمن؟ منزل ليس فيه مقاومين، ليس فيه جنود، ليس فيه سلاح، ومع ذلك الطيران الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية تقصفه لتقضي على من الآمنين. المستشفيات المحاصرة، عدة مستشفيات محاصرة حصارا طال أمده، وصل إلى أسبوعين في بعض المستشفيات، والمرضى يموتون داخلها والأطباء عاجزون لأنه ليس لديهم أدوات العلاج. المساعدات الإنسانية، لا أقول المساعدات، الحقوق الإنسانية لأهل غزة لأنهم يشترون الطعام والماء والغاز والوقود بالفلوس، يشترونه نقدا. هذه المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية ممنوعة منذ 4 أشهر عن الدخول إلى قطاع غزة، كما سمعنا أمس أحد المسؤولين في غزة يقول الذي دخل من أول العدوان حتى الآن لا يزيد عن 5% من احتياجات الشعب الفلسطيني. هذا دعاني ويدعوني الآن إلى أن أقول إن على الحكومات العربية والإسلامية وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تتخذ موقفا أكثر حدة وأكثر تشددا وأكثر شجاعة وأكثر قوة في مواجهة العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين. لا يكفي الإدانات الإعلامية ولا يكفي الأحاديث الصحفية، وإنما لابد من مواقف سياسية وأقصد بعنيفة قوية ومؤثرة على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل نفسها. نحن لسنا عاجزين عن التأثير على إسرائيل، لكننا لا نمارس ما ينبغي أن نمارسه من هذا التأثير. بعد 135 يوما من هذا العدوان وهذا الحصار، هل ما زال هناك أمل أو تعويل على الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي دكتور؟ لا أعول على المجتمع الدولي قط، لا قديما ولا حديثا، لكنني الآن لدي عتب شديد على الدول العربية والإسلامية، لأن الصمت طوال المدة التي ذكرتها 135 يوم، إذا كان له ما يسوغه في الأيام الأولى، 10 أيام، 20 يوم الأولى، هذا شيء، أما أن يستمر 4 أشهر ونيف فهذا شيء لا يحتمل ولا يجوز أن يسكت عليه. وينبغي علينا أن ننبه حكامنا وننبه قادتنا السياسيين والفكريين والمثقفين إلى أن الحال القائم في فلسطين لا يجوز السكوت عليه، وينبغي أن يكون موقف العرب دولا وحكومات وشعوبا، وموقف المسلمين دولا وحكومات وشعوبا موقفا حاسما قاطعا يدين إدانة مباشرة، ويتخذ من الإجراءات ما أقله قطع جميع العلاقات مع العدو الصهيوني، ما أقله استدعاء السفراء وطرد السفراء الإسرائيليين، ما أقله تجميد الاتفاقات القائمة بين إسرائيل وبين الدول العربية بما في ذلك اتفاقيات السلام تجمد. نعم. لا أقول نقوم بحرب، ولكن مجرد تجميد هذه الاتفاقيات وتوقف التعاون بيننا وبين الصهاينة تجاريا واقتصاديا وسياسيا، هذا يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم. حتى الآن نحن لم نمارس أسبابه ووسائله. طيب، لا قدر الله إذا استمر ما وصفته أنت بالتخاذل وهذا الحصار على الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان، هل كل ما كنت تتحدث حتى أنت عنه شخصيا دكتور من
انتصار للمقاومة في 7 أكتوبر ينتهي مع كل هذه الأعداد الكبيرة التي تموت يوميا وتستشهد يوميا من المدنيين، أو تموت جوعا، أو لا قدر الله يحدث السيناريو الأسوأ وهو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر؟ كل ذلك، كل ما قامت به المقاومة الفلسطينية الآن يتحول إلى، على البعض يقول، عبء مثلا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أم ما زلت عند رأيك دكتور؟ أنا ما أزال الحمد لله عند رأيي أن المقاومة ستنتصر، والمقاومة حتى الآن منتصرة، والدليل أن القذائف تخرج من شمال غزة الذي تزعم إسرائيل أنها دمرته وقضت على كل ما فيه من قوة حماس وقوة المقاومة بفصائلها جميعا. إلى أمس تخرج القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من شمال غزة فتصيب المستوطنات الإسرائيلية وتصيب الصهاينة في الأرض المحتلة. ثم انظر إلى خان يونس وانظر إلى الضفة الغربية، المقاومة على أشدها والمقاومون الأبطال صامدون حتى اليوم، وأظن أن أمامهم وقت طويل يستطيعون الصمود فيه بحسب ما سمعناه وعرفناه عن استعداداتهم وقدرتهم العسكرية والفنية وروحهم المعنوية التي تدعمها الحاضنة الفلسطينية مهما أصيب منها من رجال ونساء ومهما استشهد منها من نساء وأطفال ورجال. الحاضنة الفلسطينية وراء المقاومة وهي في صف المقاومة، والدليل أن رئيس الوزراء الفلسطيني، رئيس وزراء الحكومة محمود عباس القائمة في الضفة الغربية، يعلن أمس أن حماس جزء لا يتجزأ من الخارطة السياسية الفلسطينية، بعد أن كان رئيسه محمود عباس يقول حماس لا تمثل الفلسطينيين. هذا رئيس الوزراء شتية يقول لا، يقول حماس جزء لا يتجزأ من الخريطة السياسية الفلسطينية، وهذا صحيح. أنا اعتقادي أن المقاومة ما زالت في طور الانتصار وأنها ستستمر في ذلك، وأن الهزيمة ستلحق بإذن الله بالعدو الصهيوني، إن في قطاع غزة وأرض فلسطين في الضفة الغربية، وإن في جنوب لبنان في مواجهته مع حزب الله، وإن غدا لناظره قريب. دكتور، وإن شاء الله يكون لنا معك وقفة أخرى صوتا وصورة في المرة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سليم العوى، المفكر الإسلامي والفقيه القانوني، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.